وهذا الرجل ليس على صلاح في سابق أمره، بل يوفقه الله عز وجل للتوبة حتى يكون بهذه الصورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند من حديث علي رضي الله عنه: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. لم يكن في سابق أمره على هدى وعلى صلاح. قال ابن كثير في النهاية معلقا على هذا الحديث، قال ابن كثير: يتوب الله عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك.